قضينا عمراً لم ننم فيه بارتياح خوفاً من الفشل، قضينا عمراً حرمنا فيه أنفسنا من الجلسات العائلية، قضينا عمراً حرمنا فيه أنفسنا من الأشياء الجميلة في الحياة. بعد 12 عاماً كبرنا وصرنا قادرين على تحديد مستقبلنا. لقد اتخذت قراري، أنا هنا في هذه الجامعة، هنا تدرس المواد وتدار النقاشات باللغة الإنجليزية على يد أفضل الأساتذة وبالتقنيات الحديثة، وتدرس الهندسة وهندسة التصاميم، وتعرض المواد للطلاب بأحدث الطرق، وفيها أيضاً أفضل المختبرات لأقسام العلوم والأحياء والتغذية. وللذين يحلمون بأن يصبحوا إعلاميين، فإن جامعة جيهان هيئت أفضل قسم إعلام وكذلك قسم الرياضة، وإضافة لهذا فإن الجامعة توفر أفضل جو دراسي للطلاب مع حدائق كثيرة الظلال ومركز ثقافي للفنون والموسيقى ليظل الطلاب مرتاحين ومسرورين، وتضفي العديد من الكافتريات داخل الجامعة مذاقاً ونكهة للحياة داخل الجامعة. ولهذا أنا في جامعة جيهان لأحقق أحلامي. وهكذا نجحت سارة في دراستها في جامعة جيهان. جامعة جيهان جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وإقليم كردستان، وموقعة على العديد من مذكرات التفاهم مع الجامعات الأمريكية والأوروبية، يتبع فيها أسلوب التدريس البولوني، كما أنها عضو فعال في النظام التدريسي إيراسموس موندوس لدراسة الماجستير والدكتوراه في جامعات أمريكا والاتحاد الأوروبي. يستطيع الطلب الآن الحصول على استمارة التقديم في كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهور. أنت أيضاً كبرت الآن وصار بإمكانك أن تقرر. Thank you.